وبكمل مع بعض دلوقتي مسيرة البلاتينو في لعبة سبايدر مان مايز موراليس. وبعد ما خلصنا 3 هايد اوتس من بتوع الاندرجراوند فضلها 2 طبعا بالفول اوبجكتيف بتاعهم وفيهم تفاصيلها كلها. معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان من قناة فرجني. وقبل ما نبدا انا بشكر كل الشباب الداعمه دعمكم متواصل يا شباب، اشكركم من كل قلبي. وطبعا بنوه بسرعه عن الجيف اواي لحد يوم 1 اغسطس لمده اسبوعين، في كارتين بقيمه $10 هيوزعوا على سعداء الحظ الفايزين. طبعا في احد فيديوهاتي العشوائيه في هذه الفتره في مكان عشوائي داخل الفيديو اللي يلاقي كلمه فرجني بتظهر 3 ثواني وبتختفي، اول واحد بيشوفها ينزل بسرعه يكتب تحت في التعليق شافها فين بالدقيقه والثانيه، وساعتها هيكون مبروك عليه $10. شد حيلكم يا شباب وحظ موفق جميع وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى مبارك. وهيا بنا يا شباب نلعب. طيب دلوقتي هو عنده الاوبجكتيفز بيقول لي ايه، انا دلوقتي في منطقه اندر جراوند هايد اوت جرين ويش، هو عنده تو بونس اوبجكتيفز. اول بونس اوبجكتيف لو بيرفورم 5 تيك داونز وايل كاموفلاج، طبعا اكون مختفي واروح اعمل تيك داون ليا ستيلث غالبا يعني. والثانيه لانش 12 انيميز انتو اير يوزنج فينوم جامبس. الفينوم جامبس اللي هي بتدوس على علامه الفينوم اللي هي L1 انا اسف والاكس عشان ينط بالفينوم، فطبعا دي اساسيه جدا ولازم انفذها الاول. لا مش دي هنفذها الاول، هنفذ التيك داون عشان تبقى الدنيا سايلنت وهاديه، وبعد كده لما بقى ايه دي عايزه فايت عشان اعمل فينوم جامبس. anyway هيا بينا يا شباب نشوف هنعمل ايه مع الناس دي. طبعا استلقت الناس اللي ماشيه لوحدها زي الاخ اللي هناك ده الاحمر اللي هناك ده، ده ممكن نديله واحده ستيلث وايل كاموفلاج اللي هناك ده. ايوه المكان ده كبير جدا يا جماعه. ثانيه ادي كده واحد دول بيتبرروا مصارعة. اوكي ماليش دعوة بيهم، دول طالما كابل اتنين مع بعض ما ينفعش، لازم اصطلط واحد من الناس اللي بتتمشى لوحدها دي. في اتنين هناك اهو. هنا هيشوفوني غالبا، وبعدين هنا دول تلاتة ولا اتنين، هما اتنين بس. anyway الكومو فلاش بيعمل شغل حلو في النقطة دي. يلا نطلع نستخبى تاني، انا كده عملت 3 من 5. فاضل لي 2، وفي واحد واقف لوحده هناك ولا واحده. في حد حواليا هنا؟ لا مفيش، وده واقف ده ثابت ده مش هيتحرك. ايوه اجري يلا، بس كده فاضل 2 يشحن بس الكاموفلاج. عند الاثنين دول طيب نبدا على بركه الله 3 2 1 يا رب ما ابص 3 2 1 جو. كان هيشوفوني، هما شافوني فعلا بس لسه عندي تشانس. انا كده خلاص خلصتهم كلهم يعني، كده فاضل لي بقى بقيه الفينوم بقى اللي هعمل لهم فينوم، هرفعهم بالفينوم. تعال بقى نظهر قدامهم نديهم جامد.
لا لا بس تلموا حواليا بقى كده، تلموا تلموا شوية. ايوه ايوه تعالوا بقى هنا. المجتمع السري بيطارد الماشيا زي العائلات الاجراميه. يلا فاضل لي 7 ولا 6 باين 7. يا ابن الذين ده كان حصل ازاي ده؟ تعالى انت كده. يلا طن يا جماعه كده كله خلص الموضوع. ايوه ايوه بقى ايوه يا سبايدر مان كات. اديها مديهم جامد. يلا بقى خلاص ده لسه بيهربوا. تعالوا يا جوبنا. يا ابن الذين انت اتفاداني يا ابن الذين ده انتوا كتير، انتوا ليه كترتوا فجأة كده؟ بس انا عملت اللي انا عايزه خلاص، ابزمز عليكم بقى ايه براحتي، ازقزكم براحتي بقى. اطلع بسرعة فوق اطلع فوق اطلع فوق. مش عايز اطلع فوق ليه؟ بس كله يا جماعه بصوا فول فول تانك. طب بقى نخلص عليهم بقى واحد واحد كده في السريع. هم كتروا فجاه بعد ما كنت افتكرت ان انا خلصتهم. في واحد هنا اهو ده ممكن ننجزه في الانجاز في السريع الاولاني. تعالى حبيبي ولا حبيبي. ايوه انتوا كتير اوي في النص يا جماعه. اه في واحد هناك اهو تعالى. في واحد جه جنبي تقريبا. ايوه تعالى انت زبون سوق انت. اللي هناك اللي بعده تعالى انت جاي لقضاك انت يا ابن اللذينة. يلا جبته في الهواء. انا هجننكم. يا ابن اللذينة بس ريلاكس. ايوه مين تاني؟ مين؟ اه لسه في تحت هو بيبص من الشباك ده. كان سيف. يلا تعالى فاضل بقى الشخص اللي بيبص من الشباك. هو كان واقف في انهي شباك بقى؟ ايوه اهو.
تمام، كل اللي اتبقى اني الاقي جهاز التشويش واقفله. بس فين جهاز التشويش بقى؟ نبتدي بيها رفع فوق الصناديق. رفع فوق الصناديق. انا شايف كابلات هنا، كابلات تحت نازله تحت لهنا. هو ما ينفعش انزل من هنا. اوكي ماشي الضرب دي شكلها كده مغري الضرب، عايز تضرب. يلا بسرعة، لازم اثبتها. ماشي، زي ما فيد بيقول كده جول. واو، دي اوضة تذكارات الماجيا، جهاز التشويش. يلا راح فين يا ابني بتضرب يا ابني؟ القطة عادي بقى بتستجم، هو بيكهرب. اظن ممكن اخرج. الله 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 الله، ايه ده بقى؟ زفت. بقول لك المخرج مقفول. المفروض اتصل بحد دعم مثلا؟ انا هشوف حل. الاسانسير القديم ده ممكن يخرجني من هنا، محتاج كهربا بس. تمام، هوصل ده بالاسانسير. عملات. أيوة. اسلوب العائلات الاجرامية القديم. طب انا كده خلاص شغلت الكهرباء صح؟ كنت اعمل ايه بقى؟ hold L2 and aim and press R1 to shoot tether web. المفروض اوصلها بمصدر كهرباء. اوكي فين بقى مصدر الكهرباء ده؟ ايوه ده فعلا. مفيش زي بجد، الفخ بتاعهم فشل. ايوه اهو. اخش له منين ده؟ فاكر انك تستخبى ها؟ حتى دخلته فيها سيكريت يا جماعه. طب يا جماعه شايف ان احنا كده كنا وصلنا نهايه المقطع وخلصنا المنطقه ديت، منطقه الجرين ويش. طب بفول اوبجيكتيف بالبونص اوبجيكتيفز كلها اللي هي الخمسه تيك داون وكاموفلاج واللانش 12 انيميز انتو ذا اير يوزنج فينوم جامبس، وكانت سهله نسبيا مقارنه بالحاجات التانية يعني. واتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده. كان معاكم احمد بهجت جيمرز جنتلمان من قناه فرجني، واشوفكم الفيديوهات اللي جايه. احنا كده فاضل لنا تقريبا ثلاثه من فاضل لنا اثنين من سته ونخلص اللعبه. دلوقتي شايفين زي ما انتم شايفين بروجرس اللعبه 98%، فاعتقد ان انا خلاص هانت يا جماعه ونجيب البلاتينوم. ودي تعتبر اول لعبه على بلاي ستيشن اجيب فيها بلاتينوم، لان بقيت الالعاب اللي جيت فيها بلات كلها كانت على البي سي، وهي هي مش كتير يعني. هم اساسن سكريد بس اول من اول جزء لغايه الجزء بتاع سينديكيت، وبعد كده نقلت بقى لعبه على بلاي ستيشن من ساعتها. واشوفكم فيديو جاي يا شباب، وكل سنه وانتم طيبين ومع السلامه.